اهلا بحضراتكم من جديد. بعد ما اتكلمنا عن الاهلي وبعض التفاصيل المهمه، خلينا نتكلم شويه على الجانب العالمي والدوريات الاوروبيه المثيره جدا، وبالتحديد الدوري الانجليزي، وكمان بعض الاخبار ممكن نتطرق ليها على المستوى المحلي، بس ده هيكون من خلال الزميل العزيز المحلل الرياضي محمود شاكر، المحلل الرياضي المميز جدا، ونستمتع دايما بتحليله. يا حوده مساء الخير. مساء الفل عليك يا امير، ومساء الفل على جميع مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل حته، وببقى دايما سعيد لما اكون متواجد معاك. والله يا امير انت بتنورنا وبتشرفنا يا حوده في الحقيقه يعني. فخليني اتكلم معاك في امور مهمه جدا جدا، ويمكن احنا كلنا ايه الفانتازي السنه دي القصه صعبه انا خالص. شايفك يا امير عمال تغرق وعمال تقع في الترتيب والكابتنه مش ماشيه معاك خالص عاوزين نظبط الدنيا كده. فبصراحه الدوري الانجليزي يا حوده هو ده اللي مخلي الواحد ايه مش عارف يختار صح في الفانتزي يعني. وبعدين بيني وبينك انا كابتنت صلاح في ماتش، عملته تريبل كابتن في ماتش بورموس في الدوري اللي خلص 9-0 يعني. فكرت صح، اسمعني بس، انا فكرت بس صح قوي. وقلت ايه صلاح اكيد اقل حاجه يجيب له 2 يا عم، يجيب له ما يعملش حتى اسيست في ماتش فيه 9 اهداف ليفربول، في حاجه كده غريبه في الحظ. ولا نقطه طيب خلينا اتكلم معاك بخصوص الماتشات في الدوري الانجليزي، وبالتحديد عايز ابتدي من اخر ماتش اتلعب امبارح، ماتش ارسنال ومانشستر يونايتد، وعوده مانشستر يونايتد وفوز ثالث تقريبا متتالي او رابع بمستوى جيد، وبصفقه جديده واضح ان هي مهمه، صفقه انتوني اللاعب البرازيلي، واول خساره لارسنال. رايك ايه؟ طبعا يا امير كلنا اتفقنا وقلنا ان الدوري الانجليزي اول اسابيع مش هتبقى المقياس الحقيقي للترتيب اللي هيبقى في اخر السيزون. كلنا شفنا بدايه قويه جدا 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 لارسنال، 5 مباريات بياخد يحقق فيها العلامه الكامله، ولكن اول اختبار حقيقي لارسنال قدام مانشستر يونايتد المنتشي بصفقاته ومنتشي بفكره انهاج والمنتشي بتغيير الخط الدفاع الكامل اللي ورا اللي فرق بشكل كبير جدا مع مانشستر سيتي، وشفنا ارسنال في اول اختبار حقيقي بيخسر 3 نقط. ونفس الكلام برضو ليفربول، مش مقياس ان ليفربول اتعادل مباراتين وخسر مباراه وكسب مباراتين فقط ان معناه ان ليفربول مش هيكون موجود في التوب فور او مش هينافس، ولكن دايما اول اسابيع يا امير في الدوري الانجليزي بالذات بيبقى فيها تخبيط كتير جدا، وبيبقى المراكز مش دايما هي المراكز اللي بتنهي المسابقه. واكبر مثال على كده زي ما قلنا برايتون المركز الرابع، برايتون عامل لحد دلوقتي انطلاقه هائله جدا. انت سالتني على مباراه مانشستر يونايتد وارسنال، وهي كانت قمه الجولة الستة في الدوري الانجليزي. طبعا هو كلنا شفنا مانشستر يونايتد في اول مباراتين لمانشستر يونايتد كان في مشاكل كبيره جدا جدا جدا، اصرار تين هاج على تطبيق طريقته وهي البيلد اب من تحت، واصرار تين هاج على طريقه البوزيشن ان هو يبقى معاه دايما الاستحواذ ويعمل الهجمه من تحت خالص، دي بتعتمد على لازم يكون معايا حارس مرمى بيقدر يلعب برجليه كويس ومعايا مدافعين بيقدروا يطلعوا بالكوره كويس، زائد ان اللعيبه بتاعت نص ملعب يبقى عندها ربط التلت الدفاعي بالتلت الهجومي. ولكن كلنا عارفين ان الدخية دايما كان عنده مشكله كبيره جدا في اللعب بالكوره، اخطاء مباشره في اول مباراتين، نفس الكلام هاري ماجواير. الراجل تين هاج ام جاي امير غير خط الدفاع بالكامل من اول وان بيساكا لغايه ماجواير لاندلوف والناحيه الثانيه لوك شو، وغير الناس كلها. طبعا ليساندرو مارتينيز اللي كان قابل انتقادات كتيره جدا بسبب قصر اقامته، ولكن الراجل الجامب بتاعه عالي جدا، الراجل عنده روح كبيره جدا، الراجل جدا جدا. هو انت عارف كل لعيبه امريكا اللاتينيه لما بتلعب بقلب يعني بيفرقوا بشكل كبير جدا. ليساندرو مارتينيز مع فران عاملين ثنائيه هايله كاتنين ستوبر لمانشستر يونايتد، زائد ان تين هاج بدل ما كان عاوز يبتدي بيلد اب من تحت ويعمل الباس ويبتدي الكوره من تحت والكلام ده، شفناه بيلعب اللعب المباشر الدايركت في الكور العاليه، وفي طريقه ثانيه طبعا وهي الكونتر اتاك اللي هنشرحها لما مانشستر يونايتد بيقطع الكوره، لما بيعمل الضغط وقطع الكوره من ارسنال مانشستر يونايتد قدر يحرز 3 اهداف في 3 كور عباره عن كونتر اتاك والترانزيشن اللي تعول التحول السريع جدا اللي كان ما بين اريكسن وكان ما بين برونو فرنانديز. طبعا يا امير كان في مشكله دايما عند مانشستر يونايتد وهي اللعيب رقم 6 واللعيب رقم 8، كان مانشستر يونايتد دايما بيلعب باثنين رقم 6 وواحد رقم 8 اللي هو برونو فرنانديز، وكان بيلعب ماكتوموناي وفريد. ماكتوموناي وفريد عندهم مشكله كبيره جدا في الضغط، لما حد بيتضغط عليهم الراجل انتدب اريكسن
وعكس، بدل ما بيلعب ب2 6 و1 8 بقى يلعب ب2 8 و1 6 وبيخلي بالظبط، ويخلي دايما يا امير مكتوميناي بيبقى واقف على حدود منطقه ال 18 لاي كور ثانيه والقطع الكور من الفريق المنافس. لو نشوف الثلاث اهداف بتوع مانشستر يونايتد بنشوف التناغم الكبير جدا ما بين اريكسن وما بين برونو فرنانديز ومهاره برونو فرنانديز في لعب الثرو باس، زائد ان مانشستر يونايتد كان بيطبق اسلوب شبه شويه اسلوب سولشاير وهو التحولات والكونتر اتاك، بيعمل كومباكت وبيعتمد على سرعات لعيب زي راشفورد اللي هو يعني نقدر نقول راشفورد منتشي جدا تحول اول اربع خمس اسابيع. اه طبعا آه. تحول شكل هو لعيب سريع جدا والله، قراه على طول امبارح قبل ما يغلى اشتريته على طول. اه بعد 6:30 دلوقتي كان ب6:30. بقول لك ايه، طيب عايز اسالك على حاجه يا محمود، يعني يمكن تاخر شويه مشاركه كاسيميرو بشكل اساسي رغم اهميه هذا اللاعب، وخصوصا ان انت بتتكلم على انه دلوقتي ايريك تن هاج بيلعب ب2 8 1 6، الستة ده اللي هو ماكتوميناي، لو اتشال ماكتوميناي وحط كاسيميرو اعتقد ان الامور هتبقى كمان افضل من كده. ايه اسباب تاخر الدفع بكاسيميرو بشكل اساسي في تشكيل يونايتد؟ سالوه امبارح في المؤتمر الصحفي بيقولوا له لحد دلوقتي كازيميرو جاي بقاله 3 اسابيع ولحد دلوقتي لسه ما ابتداش المباريات، قال لهم ماكتوميناي بيلعب مباريات قويه جدا جدا وفي التوب فورم بتاعه، زائد ان كازيميرو ما ابتداش معايا فتره الاعداد او البري سيزون حاله كحال كريستيانو رونالدو، ولكن انا اعتقد يا امير ان هي مجرد مباريات قليله جدا جدا جدا، وهتلاقي كازيميرو هيبدا يبتدي اللي انت خد بالك اليوروبا ليج هيبتدي يوم الخميس، هيحصل اكيد روتيشن وهيحصل اكيد تغييرات كتيره جدا. كازيميرو طبعا رقم واحد هيبقى في المكان ده، وكازيميرو هيبقى افضل لعيب، وشفناه لما نزل الشوط الثاني مع مانشستر يونايتد قدر يديله الاستحواذ. اه اخطا في ميس باس في واحده كانت ممكن تدخل جون على مانشستر يونايتد، ولكن بيدي طبعا اريحيه بشكل كبير جدا 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 خصوصا للاثنين بتوع نص الملعب سواء اريكسن او برونو فرنانديز. طبعا كلنا كنا بنتابع كازيميرو في ريال مدريد، الراجل كان لوحده بيقوم بدور نص الملعب، فاعتقد ان هي ما هي الا فتره معينه وهيدخل كازيميرو. وهو راجل بيقول لك الراجل دايما احنا شايفينه امير منظم جدا جدا، راجل صارم جدا جدا ما بيفرقش معاه اسامي كبيره. يعني من الحاجات الناس كلها مستغرباها ان كريستيانو دلوقتي رونالدو لحد النهارده ما بداش ولا مباراه اساسي، ولكن انا شايف ان الراجل بالطريقه دي قافل ودنه شخصيه جدا. آه هو قاعد قائد الفريق اللي هو هاري ماجواير ويقعد الناس دي كلها، طبعا شخصيه واعتقد ان مانشستر معاه في الطريق الصحيح. ولكن خلينا نقول، طب ما انت تقول لي مثلا، طب يا محمود، طب ما هو الراجل لاعب انتوني، الراجل عنده زي ما انت عارف كده في مدربين عندهم قناعات كده باولادهم زي ما بيقولوا. آه. انتوني ده من الراجل كان معاه في اياكس، ومالاسيا برضه كذلك، بالظبط، ومالاسيا واريكسن ومارتينيز كان معاهم. آه. برضه مارتينيز كان معاه في اياكس امستردام، فدول ولاده عارفين طريقه لعبه والكلام ده كله. انتوني انفجر واحرازه هدف امبارح يا امير فرق بشكل كبير. أكيد. جدا 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 معاه، هو اغلى لعيب واغلى لعيب في الميركاتو. آه. وكلنا عارفين، بص يا امير، كل سنه اغلى لعيب في الميركاتو بيجي من اول بيل لما راح ريال مدريد. بالزبط. بيمثل ضغط كبير. بالزبط. جدا على لعيب، وشايفين دلوقتي داروين نونيز وشايفين الكلام ده كله، فاعتقد ان البدايه كانت مهمه جدا مع انتوني اللي اكيد هيجي منه كتير. النقطه المهمه دلوقتي مارتينيز خلاص اتصاب، ما اعرفش مده الاصابه هتكون قد ايه، فالكابوس اللي بيخاف منه شويه جمهور مانشستر يونايتد هو عوده ماجواير، فبالتالي هل بتشوف ان ممكن يتاثر دفاع مانشستر يونايتد ب عودة ماجواير في خط الدفاع حساب مارتينيز؟ وفي نفس الوقت هسألك على برضو أرسنال وحتة ان هم ممكن يواصلوا في المسيرة اللي ابتدوها كويس لحد ماتش مانشستر يونايتد، فبالتالي ينافسوا على بطولة الدوري. هل مانشستر يونايتد وأرسنال يقدروا ينافسوا على بطولة الدوري؟ قبل ما أسألك آخر سؤال على ليفربول. طيب خلينا نتكلم الاول، انت سالتني على هاري ماجواير او مين اللي ممكن يكون موجود، اعتقد بنسبه كبيره جدا هيكون هاري ماجواير، لان المباراه اللي فاتت شفنا كلنا في اخر الدقائق لما ليساندرو مارتينيز اتصاب هاري ماجواير كان الخيار الاول لتين هاج، مع ان موجود لاندلوف على بنك الاحتياط، ولكن اعتقد ماجواير هو الاقرب. ممكن يكون ماجواير بنسبه كبيره مشكله عند جماهير مانشستر يونايتد، ولكن عارف يا امير لما المنظومه تشيل لعيب اعتقد ده اللي ممكن يحصل مع هاري ماجواير. ولو احنا رجعنا لليورو اللي فات، هاري ماجواير كان بيلعب مع منتخب انجلترا بطوله من اعظم البطولات اللي لعبها هاري ماجواير في تاريخه، بس ده بسبب ان طبعا انجلترا كانت بتلعب بطريقه معينه، كانت بتلعب 3-4-3 وكان في 3 ورا، ولكن هو لما المنظومه بتبقى كويسه هو ممكن يشيل. ده بالنسبه للسؤال الاول، انما فيما يتعلق بالسؤال الثاني وهو ارسنال،
ارسنال ومانشستر يونايتد اعتقد ان المعركه هتكون بالنسبه لهم السنه دي هي وجودهم في التوب فور. هو دي اكبر معركه ممكن تكون موجوده بالنسبه لهم. مفيش اي حد يقدر يجزم ان مانشستر يونايتد او ارسنال ممكن يقدر يكسب الدوري. السكواد بتاعهم قوي، السكواد بتاعهم تقيل جدا خصوصا مانشستر يونايتد، ولكن اعتقد ان احنا نتكلم على ان هم ياخدوا الدوري اعتقد ان السنه دي هيبقى صعب جدا. مانشستر سيتي مرعب بشكل كبير جدا جدا، وليفربول هالاند مرعب. طيب خليني اسالك اخر سؤال يا حوده، موضوع ليفربول وايه المشكله عند ليفربول؟ هل الموضوع بس بيخص نص الملعب والاصابات وكلام من ده، وهل ممكن ليفربول يتحسن ويرجع في المنافسه ولا لا؟ المشكله عند ليفربول يا امير تتلخص في شقين. الشق الاولاني هي انتدابات الصيف. ليفربول انتدب داروين نونيز، دفع فيه فلوس كتيره جدا جدا جدا، ولكن الراجل لوحده مش كفيل ان هو يعوض غياب ساديو ماني، زائد ان احنا كلنا عارفين ان من السنه اللي فاتت في مشكله كبيره جدا في وسط ملعب ليفربول لو تياجو الكانتارا اتصاب، وده اللي حصل. السنه دي حصل في اول الموسم ده، كان في غيابات كتيره جدا من 5 ل6 اصابات من اول ماتب وكوناتي وتياجو الكانتارا وفابينيو كان مصاب ايضا، فدي عملت مشكله كبيره جدا 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 عند ليفربول. ده بالنسبه لموضوع الانتدابات، هم ما انتدبوش حد. ارثور جه من يوفنتوس، ولكن هو لعيب اصلا كان في الثلاجه، كان البيك بتاعه لما كان في برشلونه وانتقل لليوفي، ولكن اكيد هيبقى افضل بشكل كبير جدا من ميلنر او من هندرسون، اللي انا بشوف ان هم بيمثلوا ازمه كبيره جدا 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 عند ان شاء الله ليفربول. ان شاء الله نتمنى التوفيق ليفربول، نجمنا المصري محمد صلاح يرجعوا في المنافسه. حوده استمتعت بيك في الحقيقه وبشكرك شكرا جزيلا، يعني نورتنا. انا سعيد جدا بوجود معاكم. بشكرك. يعني المحلل الرياضي المميز جدا محمود شاكر كان معانا على الهواء مباشره من خلال سكايب، واتكلمنا معاه في كل الامور اللي بتتعلق ببعض الاحداث داخل الدوري الانجليزي، ونشكره شكرا جزيلا. نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه عندنا فقرات كتير مهمه، استنونا يلا بينا.